وهذا سائل يقول أنا دائما أصوم وأقضي رمضان في الرياض، وليلة العيد أذهب إلى أهلي في القصيم، فهل يجوز لي دفع زكاة الفطر في مدينة الرياض؟ تدفعها في المكان الذي يدركك الإفطار وأنت فيه. إن جاء يوم العيد وأنت في الرياض أخرجها في الرياض، إن جاء يوم العيد وأنت في القصيم أخرجها في القصيم، في اليوم الذي يدركك نهاية الشهر وظهور الهلال فيه. وإذا قدمتها قبل العيد بيوم أو يومين أظهرتها في الرياض أو في القصيم فلا بأس بذلك، يجوز قبل العيد بيوم أو يومين. نعم.